يعود أهالي وزوار منطقة عسير الجميلة والخلابة والمحبوبة إلى قلوبنا إلى التنزه في هذه الفترة في ظل أجوائها الرائعة وضبابها الذي يعانقها ليلا نهارا. من هناك ينضم معنا مراسل الإخبارية الزميل عبد الرحمن السمير، يرصد لنا هذه التفاصيل الجميلة التي لا يمكن الحديث عنها بالكلام. مرحبا عبد الرحمن، معك الميكروفون، تفضل قل ما لديك من جمال في أبها وما جاور أبها. مساء الخير جبريل، ومساء الخير أيضا لمشاهدين الكرام. نعم، أتواجد هذا اليوم في وسط مدينة أبها الجميلة كما ذكرت، وبالتحديد في شارع الفن، هذا الشارع الشهير في منطقة عسير واللي يحتضن قبل فترة الأزمة الكثير من الزوار ليتنزهون في هذه المنطقة. الآن بعد العودة للحياة تدريجيا يحتضن مرة أخرى أهالي منطقة عسير والزوار ليستمتعوا بالأجواء الجميلة وسط هذا الشارع. يعني هذا الموقع يعتبر موقع استراتيجي في منطقة عسير، خاصة وأنه يحتوي على الكثير من الجوانب المميزة. نتحدث عن هذا الشارع بالتحديد اللي يحتضن الأشجار الجميلة، بالإضافة أيضا إلى الكثير من الأدوات الفنية، بالإضافة أيضا إلى جوانبه الأربعة واللي يحتضن من خلالها القرية المفتاحة. هذه القرية التي تعود لأكثر من 200 عام واللي سابقا أوشكت على السقوط، ولكن في عام 1406 حينما كان أمير منطقة عسير الأمير خالد الفيصل قرر إعادة ترميم هذه القرية لتكون واجهة سياحية، بالإضافة أيضا إلى مراسم فنية لأهالي منطقة عسير. نتحدث أيضا من الجانب الآخر وهو شارع الفن وما يجاور سوق الثلاثاء الشعبي، هذا السوق الذي يعتبر سوق قديم جدا يعود لمئات السنين، وأيضا لا يكاد أي شخص يأتي إلى منطقة عسير وخاصة مدينة أبها إلا أن يزور هذه القرية وهذا السوق القديم جدا. نتحدث أيضا عن الطقس في منطقة عسير، يعني درجة الحرارة الآن هي 21 درجة مئوية واللي تعتبر حارة لأهالي منطقة عسير، ولكن زوار منطقة عسير يعتبرون هذه الأجواء شبه باردة إلى حد ما. طيب يعني هذه المنطقة ومنطقة عسير احتضنت الكثير من الطائرات التي قدمت إلى مطار أبها، حيث كانت أول طائرة تهبط إلى مطار أبها باستقبال أمير منطقة عسير لكافة الزوار لمنطقة عسير من أرض المطار ترحيبا بهم. عبد الرحمن، يعني أنت الآن واقف في الشانزليزيه أبها، يعني يعتبر شارع الزوار والسياح ومن يحبون أبها. طيب بالضبط يا عبد الرحمن، من خلال وجودك في هذا الشارع، متابعتك للزوار، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعهم بالصحة والعافية، وأيضا السوق الشعبي إلى جوارك، كيف رأيت التزام الناس؟ نحن نمر بمرحلة صعبة الآن يا عبد الرحمن. جميل جبريل، يعني رأيت من خلال تواجدنا في هذه المنطقة منذ الساعة الواحدة ظهرا الوعي الكامل من أهالي منطقة عسير وزوارها. بالتأكيد يوجد البعض لا ولم يلتزم ببعض الإجراءات، ولكن على الأقل نتحدث عن العدد الأكبر، يعني 90% أو أكثر من 90% هم ملتزمين إما بالقفازات أو حتى الكمامات وحتى أيضا التباعد الاجتماعي. يعني لو محمد زميلنا يظهرنا زوار منطقة عسير وأهالي منطقة عسير وهم يستمتعون بهذه الأجواء الرائعة في منطقة عسير على مستوى الأشجار، على مستوى أيضا المتنزهات الموجودة والكافيهات الموجودة في هذه المنطقة، يعني بشكل عام نعتمد ونكرر بأنه يوجد وعي كبير ونطمح بالأكثر لنعود بحذر. الله يعطيك العافية، وإن شاء الله دائما تظل بلادنا بخير وأهلنا بخير. شكرا لمراسل الإخبارية زميل عبد الرحمن سمير الذي كان من شارع الفن في مدينة أبها.